بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. إذا صحيح من الأول من سلسلة مقترحة حول درس الجداء السلمي بالنسبة لتلاميذ الأولى بكالوريا. إذا نعتبر نقاط أو بي والسين معرفة كما يلي، بين أن المثلث أو بي سي متساوي الساقين وقائم الزاوية. إذا عندنا جوج ديال يعني المراحل في التمرين هذا، نبينوا أنه قائم ونبينوا أنه متساوي الساقين، ولا نبداو بأنه متساوي الساقين. إذا كنحسبوا المسافة أبي أولا، المسافة AB هي جذر مربع أفصول B ناقص أفصول A، هي 3 ناقص 1 أس 2 زائد الأورتوب نتاع B 4 ناقص 3 الكل أس 2. إذن تساوي جذر مربع 3 ناقص 1 هي 2 أس 2 4، زائد 4 ناقص 3 هي 1 أس 2 هي 1، يعني تساوي جذر 5. متفقين؟ و أ سي دونك راه قالك متساوي الساقين في أ، يعني نحسب أ ب أ سي تساوي جذر مربع سي عندها صفر ناقص واحد أس 2 زائد 5 ناقص 3 أس 2، إذا كتساوي جذر مربع واحد ناقص واحد أس 2 هي واحد، 5 ناقص 3 جوج أس 2 هي 4، إذا جذر 5. ولا من خلال هذه المعطيات أبي كتساوي جذر 5 و أسي تساوي جذر 5، إذا سنتجو الشطر الأول من الجواب. إذا المثلث أبي سي متساوي الساقين في أ، هذا هو الشطر الأول. نمشيو عند الشطر الثاني، و لدينا نحدو الإحداثيات نتاع أب و أسي. أب المتجهة أب شنو عندها باش نحسبو الجداء السلمي؟ باش نبينو فوقاش كيكون واحد المثلث قائم الزاوية، إلا كان عندنا جداء السلمي مثلا قائم في أ، الجداء السلمي نتاع أب في أسي كيساوي صفر، لحقاش أب في أسي الجداء السلمي فيها الكوسينس، و إلا كان يساوي صفر يعني الكوسينس كيساوي صفر، يعني الزاوية قائمة. متفقين؟ ألور أب شنو عندها؟ 3 ناقص 1 2، 4 ناقص 3 1، دونك هذه أبي. و أسي 0 ناقص 1 هي ناقص 1، 5 ناقص 3 هي 2. متفقين؟ يعني أبي في أسي كتساوي الأفصول في الأفصول، يعني الجداء السلمي كنحسبوه بجوج طرق. الطريقة الأولى كنستعملوا فيها المنظم نتاع ابي في المنظم نتاع اسي في الكوسينيس، والطريقه الثانيه كنستعملوا الافصول في الافصول زائد الاورتو في الاورتو. متفقين؟ هل نوضح لكم هنا؟ الا كان عندي اي، عفوا اي عندها الفا بيتا وفي عندها، اسمحوا لي هنا، في عندها الفا فتحه بيتا فتحه، باش كنحسبوا الجداء السلمي نتاع اي في في كاين جوج طرق. الطريقة الأولى نستعملو الإحداثيات، كيساوي الأفصول نتاع إي في الأفصول نتاع في، يعني ألفا ألفا فتحة زائد بيتا بيتا فتحة. والطريقة الثانية إي في في كتساوي المنظم نتاع إي في المنظم نتاع في في كوسينيس الزاوية إي في. دونك هذا هو، هذا هو يعني الطريقة باش كنحسبو الجداء السلمي تاع جوج المتجهات. الوغ هنا غنستعملوا الاحداثيات هما اللي عندي هنا، زوج في ناقص واحد هي ناقص، هي جوج في ناقص واحد زائد الارتوب في الارتوب، يعني واحد في زوج. اذا تساوي جوج ناقص واحد هي ناقص زوج زائد زوج، اذا تساوي صفر. وبالتالي فان اذا كان عندي جداء سلمي كيساوي صفر، جداء سلمي كيساوي صفر، المعنى ديالو ان هذه الزاويه قائمة اف في، لان كوسينس زاوية قائمة كتساوي صفر، يعني ان ا بي ا سي قائمة، يعني ان فان ا بي زاوية قائمة. هذه النقطة الثانية، من النقطة الأولى والنقطة الثانية
نستنتج أن المثلث ABC متساوي الساقين وقائم فئة. صحيح، جاوبنا على السؤال الأول. السؤال الثاني، احسب مساحة المثلث ABC. زوج مساحة المثلث ABC هي الطريقة باش كنحسبوها، اس ABC كتساوي واحد على جوج القيمة المطلقة نتاع الديتيرمينو نتاع جوج متجهات ABC سي ولا سي AB ولا المهم جوج متجهات من المثلث، من النقط ديال المثلث ABC سي ولا بحال بحال. المهم ياك راه نحسبو ديتيرمينو القيمة المطلقة، ما نساوش هو ديتيرمينو نتاع AB سي شنو كيساوي؟ كيساوي ندير الإحداثيات نتاع AB هما زوج واحد، ثم الإحداثيات نتاع AC ناقص واحد زوج، يعني شنو تساوي؟ تساوي زوج في زوج هي أربعة، ناقص واحد في ناقص واحد هي ناقص واحد، مع ناقص ولي زايد يساوي خمسة. تفخير القيمة المطلقة تاع خمسة هي خمسة. إذا أس AB سي كتساوي واحد على جوج في خمسة هي خمسة على جوج. وإلا كان عطاك الوحدة دير سنتيم ولا متر مربع ولا متر مربع، المهم إلا عطاك الوحدة، إلا ما عطاكش الوحدة صافي خليها خمسة على جوج. ألو السؤال ثلاثة، ليكن تيتا قياس الرئيسي للزاوية ب أ ب سي، أحسب كوس تيتا وسين تيتا واستنتج قياس تيتا. ألو باش نحسبو كوس تيتا عندنا واحد العلاقة لدينا، شنو كنعرفو على الجداء المتجهين تاع اف في هو؟ هاي العلاقة اف في كيساوي المنظم ديال اف المنظم ديال في في الكوسينيس اف في، يعني انت نستعملو نطبقوها على هاد الزوايا اللي عطاوني هنايا، كنطبقو هاد الخاصية هادي، نطبقو هاد الخاصية هادي على هاد يعني على هاد جوج ديال المتجهات بي ا بي سي. لدينا الى درنا جداء المتجهين تاع بي ا في بي سي شنو كتساوي؟ كتساوي المنظم تاع بي ا اللي هي المسافة بي ا في المنظم تاع بي سي اللي هي المسافة بي سي في كوسينيس بي ا بي سي. صحيح، يعني شنو هي كوسينس بي ا بي سي؟ كوسينس بي ا بي سي تساوي الزاوية كتساوي الجداء المتجهين تاع بي ا بي سي على المنظم تاع بي ا الجداء السلمي، عفوا سمحوا لي كان غلط قلت لكم جداء متجهي، الجداء السلمي هذا كيتسماش جداء متجهي، جدا المتجهات الثانيه باقا لها تقراوها. و الله باش نحسبوا بي ا في بي سي خصني نحدد الاحداثيات نتاع بي ا بي سي و بي سي. دونك بي ا بي ا شنو عندها؟ بي ا عندها واحد ناقص ثلاثة هي ناقص زوج، ثم ثلاثة ناقص أربعة هي ناقص واحد. بي ا تنسو بي ا يعني نديرو نتاع ا ناقص نتاع بي، و بي سي بي سي عاودة سي هي الأولى ناقص واحد، عفوا سي ناقص ثلاثة هي ناقص ثلاثة لأن عندنا صفر، خمسة ناقص أربعة هي واحد. صحيح، إذا كوس بي أ بي سي شنو تساوي؟ كوس نص الزاوية كتساوي بي أ في بي سي الأفصل في الأفصل زائد الأرطب في الأرطب، يعني كتساوي ناقص زوج في ناقص ثلاثة زائد ناقص واحد في واحد على المنظم ديال بي ا هي المسافه بي ا. الوغ المسافه بي ا هي المسافه ا بي، حسبناها وقت ديجا المسافه ا بي ديجا حسبناها هي جدر خمسة في، ولكن المسافه بي سي ما حسبناهاش، المسافه بي سي ما حسبناهاش غنحسبوها دابا. المسافه بي سي هي جدر مربع ناقص 3 اس 2 هي 9 هكا زائد 1 اس 2 حقاش هادي المسافة بي سي، أما المسافة بي أ راه ديجا حسبناها، تساوي ناقص جوج ناقص ثلاثة هي ستة
زائد ناقص واحد في واحد هي ناقص واحد، يعني خمسة على جدر خمسة في هنايا تسعة زائد واحد عشرة في جدر عشرة، يعني شنو تساوي؟ تساوي خمسة على هنايا جدر عشرة هي جدر جوج في جدر خمسة، دونك هي خمسة جدر جوج يعني تولي هنا، يعني كتساوي واحد على جدر جوج، يعني هي جدر جوج على زوج، صحيح؟ ولدينا دابا حسبنا الكوسينيس. بالنسبة للديتيرمينو نتاع اي، سمحوا لي درت اي، ديتيرمينو نتاع بي ا بي سي شنو كيساوي؟ كيساوي المنظم تاع بي ا ديال مساو بي ا في المنظم ديال بي سي في سينيس بي ا بي سي. اسمحوا لي نمسح هذيك اللي لدينا، في سينيس بي ا بي سي، يعني الا بغينا نحسبو سينيس بي ا بي سي شنو تساوي؟ كتساوي الديتيرمينو تاع بي ا بي سي، عفوا مكاينش هادشي هذا، الديتيرمينو تاع بي ا بي سي على المنظم ديال بي ا في المنظم ديال بي سي راه ديجا حسبناه هو خمسة جدر جوج، يعني سينيس بي ا بي سي كتساوي اور ديتيرمينو كنديرو بحال هكا، بي ا راه ديجا حددنا الاحداثيات نتاعها ناقص جوج ناقص واحد موان دو موان زان، و بي سي هي موان تروا موان تروا ديتيرمينو على خمسة جدر جوج كتساوي ناقص جوج في الواحد هي ناقص جوج، ناقص مع ناقص تولي زائد واحد في ناقص ثلاثة هي ناقص ثلاثة تولي ناقص ثلاثة على خمسة جدر جوج، يعني كتساوي ألور ناقص خمسة على خمسة جدر جوج ناقص خمسة على خمسة جدر جوج تساوي ناقص واحد على جدر جوج تساوي ناقص جدر جوج على جوج. مزيان، ألور جاوبنا على الشطر الأول واستنتج قياس تيتا. قياس تيتا ألور قياس تيتا لدينا، شوف معايا مزيان، تيتا هي القياس الرئيسي نتاع بي ا بي سي، لدينا كوس تيتا شنو لقيناه؟ كوس تيتا هو بي على هو عفوا جدر جوج على زوج، و سين تيتا هو ناقص جدر جوج على زوج. حنا عارفين بأنما الزاوية اللي عندها الكوسينس تاعها تساوي جدر على جوج هي بي على ربعة، عارفينها هي، نديرو الدائرة شكون هي الزاوية اللي عندها جدر جوج على جوج هي بي على ربعة، هادي كوسينس تساوي جدر جوج على جوج، دونك ولكن سينس عندها ناقص جدر جوج على جوج ما عندهاش جدر جوج على جوج، سينس عندها ناقص جدر جوج على جوج، يعني هنا شوف هادي هي، يعني هنايا عندي جوج ديال الزوايا اللي عندهم الكوسينس كتساوي جدر جوج على جوج، وباش كنعرف من هي بالضبط واش هادي واش بي على ربعة ولا ناقص بي على ربعة، جوج بيهم عندهم الكوسينس كتساوي جدر جوج على زوج، باش كنعرف واش هادي ولا هادي كنستعملو السينيس، بما ان السينيس هو ناقص جدر جوج على جوج يعني سالب، اذا الزاوية هي اذا تيتا تساوي بي على ناقص بي على ربعة بترديد دو بي، صحيح؟ رانا شنو قلنا؟ استنتج قياس، يعني قياس هو بي على ناقص بي على ربعة، بلا ما نديرو هاد بترديد دو بي لأن قالك استنتج قياس واحد فقط، صحيح؟ إذا سالينا والله يوفق.